سميو عليك سي محمد زيان في الفترة الأخيرة في بزاف ديال المواضيع السياسية، واش انت كتبحث على هذا الشيء ولا هذا جزء من عملك ومن الأمور اللي الأخيرة في بزاف ديال المواضيع السياسية واش انت كتبحث على هذا الشيء ولا هذا جزء من عملك ومن الأمور اللي طيب باش نبدا معاك لابد ما نمشيو للاحداث شنو وقع اليوم وفي الصوره انت هو ابرز ربما محامي في القضيه ديال حراك كميف. واش انت محامي غير ديال نصر الزفزافي ولا ديال معتقلي الحراك كلهم؟ نعم انا محامي ديال نصر الزفزافي بوحدو، لان المحامي عنده متهم كيدافع عليه، ما كيدافعش على القضيه، ولكن كما مغربي كرجل سياسي ولكن كمحامي انا عندي متهم كندافع عليه باش نحاول نخرجو من الورطه او نبرئو من التهم اللي الدوله باغيه تلصقلو ظلما وعدوانا في نظري على الكل. حنا كنعتبرو مظلوم هنا باش تعبر على رايك. طيب قبل ما نفتحوا معك النقاش ونفتحوا معك هذا الحوار سي محمد زيان، لازم انني نقول لك في البدايه بانه النقاط كامله اللي غنطرحوا معك ولا الاسئله ولا اي حاجه في هذا النقاش ما كتعبرش لا على ارائنا الخاصه ولا الشخصيه لا في البرنامج ولا داخل القناه، وانما هو ما ينقل عنك في الشارع المغربي في الصحافه ولا الراي العام وايضا مختلف الفرق السياسيين. ولكن كيف كديروا لي باش تعرفوا الراي ديال الشعب المغربي حولي؟ شنو هي خدمه الصحفي؟ وانا كنمشي للريستورون وما كنخلصش لان ديما كاين 3 ولا 10 الناس باغيين يخلصوا عليا. انا كندوز في الزنقه وكيوقفوني عباد كيقول لي بغيت دغيا يديروا معايا السيلفي. مزيان؟ وانا الشعب ما كندوز في الزنقه كيبداو يصفقوا ليا. ودرت مشيت شي محكمه ما بقيتش كاع كندير الاجراءات. اي محامي كيفرح واذا قلت له دير الاجراء انا نبقى جالس هنايا لانني عييت. انا كنحس بان كاين واحد الشعبيه يعني كبيره. علاش ما خديتيش التقاعد ومشيتي تجلس في الدار؟ لا تخلي الناس يخدموا بلاصتك. التقاعد تبان انت في الواجهه. التقاعد شيء، لانه التقاعد وين نمشي لداري نمشي نتسارى ونمشي نعس ونتسنى الموت. انا ما كنتسناش الموت. لا دابا كتقول لي عييتي. انا كنصنع عييتي وكتمشي عند اي محامي كتقول لي تبع الاجراءات. عييت وكنجلس في القهوه انا كمتهم. دابا انا كنعيش تخدم. لا بلاتي كنمشي نخدم ما كيخليونيش نتحرك كيخدموا عليا. شكون اللي كيف انتم محامين والاصدقاء والزبناء وكل شيء الناس اللي ما كتعرفنيش ما عادش ما كانش يمكن لكم تقولوا بان تعبروا عن اراء اللي ماشي ديالكم ديال الشعب ولا ديال الشارع ولا ديال الموطن، عبروا الاراء ديالكم. الصحافه هي مرآة لان شي حاجه اخرى صحافه مرآة للشارع. نعم الصحافه مرآة للشارع والرأي العام. والصحافي صميم عمله انه كيستمع لمختلف الاطراف داكر وكيعرف اللي معاك واللي ضدك وكلهم كنطرحهم. كلام زوين. عيب عليا الا قلت لك شي حاجه اللي ما عمرك سمعتها ولا اللي ما كايناش. لا بزاف ديال الامور سمعتها ولكني شي من عندي. لا غير بالله الله يرحم والديك. واش بغيتي تقول بانني انا ما كنعرفش الشارع وكسياسي؟ انا هذا الشيء كان ما كنتش عارف شنو كتقول دابا اصلا. لا علاش كتقول؟ انا غير قلت لك علاش كتقول بانه غتعطيني ما يقال عني وما تقولش من انت ستقول عني او تلمارو. انا كصحفي علاش انا كصحفي وفي اخلاقيات هذه انكم غتاخذوا موقف حذاء زياد واخا نجاوبك باش اذا ما عجبش الشعب الراي الوطني تقول لهم ماشي حنا غير قلنا له اللي كيقولوا عليه. اما حنا تلمارو حنا مع زيان إذا حسيتوا بأن الشارع معايا، وإذا كان الشارع ضدي تقولوا ستي داكشي اللي قلنا له في التليمارك. هذا هو تحليلك وتقديرك للأمور. دابا أنا سمعتك واخا أنا نجاوبك باش نبداو. يلا سيدي مرحبا. أنا هنا ما كنقولش رأيي الخاص لأنه في مهنة الصحافة إلا كنت ربما كتعرفها وكنعتقد أنك كتعرفها مزيان لأنك إنسان حقوقي وزير سابق لحقوق الإنسان أن الصحفي لا يعبر عن رأيه الشخصي ومواقفه الخاصة لدى الحوار، لازم يكون محايد وموضوعي في التعامل معك. رأيي الخاص والشخصي ممكن يكون معك ممكن يكون ضدك ولكن أعبر عنه في أجناس صحفية ثانية لما نكتب مقال رأي لما نعمل تحليل، ولا أخجل من أن نعبر على رأيي لكن في المكان المناسب هنا في برنامج على نفس المسافة نقف من الجميع. أي واحد قبل يجلس في هذا الكرسي اللي فيه انتايا على نفس المسافة اللي هي هذه بيني وبينك مع الجميع. طيب غير دابا الصحفي ملي كينقل الخبر ما عندوش رأي، ولكن ملي كيقوم بالتحليل
عن دور راي مش بالتحليل انا كنسولك لا التعبير عن في الخبر ما عندك ما تقول ولكن فكرتك او التحليل على الخبر كيكون براي والراي كيلزم الصحافي دابا سي زيان حنا دوزنا 5 دقائق مزيان كنتكلموا في الخبر تقول لي مشى الوقت كلام مهم جدا لا كلام مهم جدا انت كتعتبره ثانوي انا كنعتبره مهم لان ما موجهش غير لك موجه الصحافه الوطنيه اللي منذ واحد السنة بدأت كتعلم واحد الدور مهم جدا هادشي محسوم من سنوات مشي اليوم مشي اليوم عند التنظيم الصحافة منذ السنة الخبر مقدس والتعليق حر هنا ولكن كندير أنا تشهد فيهم أنا أسألك منذ السنة أنا أسألك والصحافة تقبل أن تسأل الدور ديال السلطة الرابعة بتقلها وكتلعب واحد الدور مهم في الأحداث وفي تفسير ديال الأحداث وفي صنع الرأي العام الوطني هذا علاش انا استغلت الفرصه باش نتوجه صحفيا لان مهمه جدا كنا فاهمين دابا متفقين وحنا فرحانين بالتالي ماروك اذا كانت فعلا قناه حره غتساعدنا في قول الحقيقه بكل حريه الراي الوطني المغربي لان كخص لي وجهه واللي يساعدوا الافكار كما ينبغي هو المهم هو المستقبل ديالنا سي محمد زيان شكون اللي طلب منك انك تكون محامي ديال ناصر الزفزافي با أمه وهو اقترحتي نفسك ولا هما اللي جاو قلبوا عليك انا لا ما محتاجش نقترح نفسي حتى الزواج كيزوجوني يا بابا كيفاش جا هذا كيفاش جا جا كيف جا كيف 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 جاوا عندك عيطتي لي انت قلتي لي انا عيطت عنده صحافي كنت مارس مهنتي وانت فاعل سياسي كنعرفك وكتعرفني وداكشي علاش اتصلت بك واش بات ناصر الزفزافي جا لعندك لرباط المكتب ديالو وقال لك سي زيان بغيناك تكلف بالقضيه وياه. او انت مشيتي عندهم الحسيمه وقلت لهم انا مستعد او طرف ثالث توسط بيناتكم هادشي اللي بغينا نعرف لا ما كاين لا طرف ثالث ولا رابع هذا باه امه ونسيبو واخد اختو واخد من عندهم كيسكن انا في الرباط في يعقوب منصور قال الله يرحم والديك جاو لعندك المكتب اياه فكرنا بانه الراجل المناسب ولادي يمكن له يعبر بصدق وبلا ما يحاول يستغل الوضعيه هو الاستاذ زيان وجاو لعندي وانا فرحت جاني هذا شرف كبير انني ندافع على ناصر الزفزافي هذا الشيء اللي كتعتبره انت الشرف ليك واش ماشي مضر ايضا بالمعتقلين بشكل عام وخصوصا ناصر الزفزافي لانك ربما اليوم كتلبس القبعه ديال السياسي اكثر مما كتلبس العباءه ديال المحامي اللي بغى كيقول لك اللي بغى سيدي بوغالب يبغي بقلال شو اللي بغاني خصو يخدني وانا كنتزقرا ولا ربما كندير شي حاجه واحده اخرى وكنشخر في الليل وكناكل بالغاوت ولا كنتكلم بالغاوت سياسي اكثر ولا محامي اكثر؟ انا مغربي اكثر احنا كاملين مغاربه الحمد لله وكاين في المغرب كاين النجار والفلاح والطبيب والاستاذ والمحامي انا مغربي محامي ماشي سياسي اكثر ايوا على كل حال لو ما كنتش كنبغي المغرب ما كنتش نكون سياسي لان كاين اللي كيتهمك يحبوا المغرب الدرجه انهم كيحبوا احسن من اللي هو بحال اللي قال لك واحد لان المغرب ما كيعجبنيش هذا السبب انني احبه لان احب ان يكون افضل مما هو عليه اليوم محمد زيان واش انت اليوم ماشي راكب على واش انت سي محمد زيان ماشي اليوم راكب على قضيه ناصر الزفزافي والحراك بشكل عام لتحقيق مصالح شخصيه ومكاسب شخصيه ديالك شنو هي المطالب الشخصيه والمكاسب ما نعرفش شنو هي المطالب الشخصيه والمكاسب الشخصيه انا عندي 65 سنه حسابات ترجع للساحه السياسيه بقوه تفضل وجودك اليوم ربما ما كنتش غادي نكون كنحاورك اليوم في هذا البرنامج كون ما كنتيش المحامي ديال ناصر الزفزافي ممكن المشكله انه حاورتيني من قبل ما نكون محامي ديال الزفزافي مرارا وتكرارا لا انت بيدك شخصيا انا كريم حاورتيني مرارا وتكرارا قبل ما يكون الحراك ديال الريف وقبل ما نكون محامي ديال ناصر الزفزافي بحال هكا اللي ما عندها حتى شي علاقه بالسياسه على كل حال انا هذا جوابي عجبك خذو واعترف شفتي بانه ما عجبكش الجواب ضربها بالنكره ما عندي حتى شي مال ونزيدو لا حقا لانه نحكم على جوابك واش هو هذاك ولا لا ولكن من حقي ومن واجبي انني لا واذا كذبت عليك جوابك لا واذا كذبت عليك قولها طيب انت اليوم ماشي كتستغل ناصر الزفزافي في انك تصفي حسابات بالنفس او ترجع بقوه بنفس الطريقه اللي
ناصر الزفزافي كيستغني انا زيان كنستغلو ومتفقين بجوج ومتقسمين الادوار وكاين واحد التلاحم واحد التجاوب بيناتنا عظيم. عندك خلافات سياسيه مع من ما هو لا مع بزاف الناس مع بزاف المؤسسات حتى واش ما غاداش تضر بناصر الزفزافي في هذه القضيه انه حتى لو كان صاحب قضيه عادله غيكون المحامي ما نقولش الفاشل ولكن الغير مناسب لانه اعداؤه ممكن يضربوه في هذه القضيه. على كل حال انا كنقول لك انا وناصر الزفزافي نتكامل درجه بالكسف. انا ممنوع عليا ندخل الحبس وهو ممنوع عليه يخرج من الحبس. تصور دابا هادي اليوم فتسادي انا ممنوع عليا ندخل الحبس بإرادة ديال واحد التامك ما نعرفش شكون النواب شكون اللي نزلوني تماك هو ممنوع عليه يخرج من الحبس. هذا كلام على خرج من الحبس هذا جرو على في الزرقاء كيقول لك شدينا الواقع اليوم وانا واذا دخلت نقول شكون اللي قال لك تدخل الحبس اليوم كيقول انه ناصر الزفزافي هو اللي في الحبس وانت جالس في التلفازه وياه هادشي علاش كنقول لك استغلال واحد في الحبس وانت كتستغل القضيه وياه فعلا هو في الحبس هو انك انت البطل وياه هو في الحبس وانا برا عكس باش كنساعدو باش كنبلغ الصوت ديالو رغم انه معتقل للخارج والراي العام الوطني والدولي افكاره ورايه وصوته انا كنخرجو من السجن وكنبلغو للخارج باش ما يموت لياش في السجن باش ما يتطفاش باش ما يتسالاش باش ما يصفيوهش وعلى هذا كنقول لك بان احنا نتكامل ناصر الزفزافي واخا على ذكر هذا انك كتنقل صوته وكتخرجوا للخارج بشكل مباشر شكون كتب رساله ديال ناصر الزفزافي لا هو لا هو انا ما نعرفش نكتب العربي وانت كتعرفني بان عربيتي ضعيفه عطى الله الناس اللي ممكن يكتبوها واخا انا مش عارف انا نعرف يا اخي سول هو ودا شي واحد كتبها انا غادي نسولك انا مزيان الفيديو ديالك اللي درتي في المباشر اللي كتعلن فيه على على رساله خمسه صفحات ياك فاش جبتيهم جبتي ورق بحال هادو خارجين من لامبريمونت مطبوعين لا 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 بخط اليد هادو بخط اليد بالخط اليد اوهوي كاين واحد الموقع هو الحياه ديلي اللي طبعته بالماكينه باش تسهل الوراق اللي شفنا الوراق اللي شفنا في الفيديو الوراق اللي شفنا في الفيديو هما نفسهم اللي خرجوا مع ناصر الزفزافي انا اللي عطيتهم له هما ستيلوات واذا المدير بغى ينكرني نكرني انا دخلت له انا غير عاود مستشار يوم قبل لا ما نعاودش لان انت عطيتي دوك الوراق نعم عطيتي ستيلو نعم ستيلوات عطيتي ستيلوات عطيتيهم اوراق عطيتهم وبقاو عنده هذوك الاوراق اكيد وكتب رساله انا غير كنسولك اسي زيان انا لا احاكمك انا غير صاحبي انا كنحاول انا بغيت نكون الراي العام الوطني انا غير بغيت انهم يعرفوا هذيك الرساله انا غير بغيت نقول الراي العام الوطني ان من حقه دابا انا ما كنوصلش معك لهذه المساله غير الرساله باقي عندنا حنا عليها علامه استفهام عطيتي الوراق انا عطيت واحد الخنشه ديال البلاستيك واخا البلاستيك ممنوع عامره كواغط وعامره ستيلوات امام المدير وعطيتو كتوبه وخلاوه يدخل هادشي ضروري حقه مزيان ماشي مشكل ومن بعد هو كتب هذاك الشيء وسط الزنزانه ديالو ما عرفتش شنو دار بهم من بعد على حسب ما سمعنا اخيرا كتب رساله لسيدنا الله ينصرو وكتب رساله للرائد العام الوطني وعطاهم المدير عطاهم المدير قالوا شنو انت باش كتكتب على الملك يلا لا جا الله رمك صافي قال له واخا سيدي المدير وجا الرساله ديال الملك انا ما عندي حتى استفهام باش نخوضها منه ورسالة الرأي العام خديتها ونشرتها واخا كيفاش خديت الرساله كيفاش وصلت لك حتى لي في يدي وخرجتها في يدي فاش جلستوا في القاعه ديال اللقاء بينك وبينه ديال التخاذل ضروري عندنا القاعده هذا حق واخا غير الاداره المعنيه كتقول بانه فتشات ناصر الزفزافي فاش غادي يدخل لعندك لهذيك القاعه وما كان عنده والو وكيف ما كتفتشوا فاش غيخرج من القاعه ديال اللقاء مع المحامي ورجعته للزنزانه وما كان عنده والو انا بعد ما كنت كنظن بان في عهد هتلر كانوا كيزبطوا الناس باش يجيو يشوفوا المحامي ديالو ودا سيدنا الله ينصرهم الملك محمد السادس قبل هذا التفسير من طرف التامك ومدير ديال السجن راه السمعه ديال المغرب في خطر كنظن ملي الاداره السجون قالت هادشي الملك ديال البلاد كان خصو يوقف التامك يوقف مدير السجن يصيفطهم عند الجدرميه يبحث معهم ويقول الراي العام العالمي هادو كلاب يمسوا حقوق الانسان والكرامه ديال الانسان لا يجوز لك انك تزبط معتقل ملي غادي يكون غادي يتصل المحامي ديالو واخا يكون غادي يمشي للحمام ياخذ الدوش ما عندكش حق تزبطو وتزبطو ملي يكون خارج وتزبطو ملي يكون داخل هذه الشوا وكيقولوها
وهذا هو التحمارة العظمى. طيب باش نهيو هاد النقطة، يعني رسالة كتبها الزفزافي بخط يدو، ما نعرف أنا حتى هادية، أنا كنظن خط يدو جابها لك مكتوبة، يعني ماشي قال لك ها النقاط اللي بغيناها وكتبتوها أنتوما غير باش تشوفوا هاد الرسالة. وإذا ما جابها ليش مكتوبة كاملة، الإعلان على هاد الرسالة، الإعلان على الرسالة وصحح الإعلان على الرسالة وإخراجها، ما كانش مضر بناصر؟ ولا كيفاش مفيد؟ أنا كنسولك واش مفيد ولا مضر؟ بلاتي دابا التصور شنو كان يمكن؟ كان يمكن لينا نديرو شي كونت خيالي ونسيبوها فرا. لا دابا انا غير جاوب لها السي ناصر، دابا خليني ندوي مزيان. نعم مادام غادا تخرج خاصنا نعرفو الجهه اللي مخرجاها وكون انسان ثقه. هو انت مزيان دونك هو تبع كنسولك هما شنو بدا كيقولو هما، واش خروج رساله في حد ذاته كان مفيد لناصر الزفزافي وقضيته ولا كان مضر ليه ومفيد؟ شنو الفائده منها؟ فائده ان قال سيدنا والراي العام الوطني والمغاربه، انا مغربي ماشي انفصالي، ماشي خائن بحال كنتو بحال اللي قالت لكم واحد المجموعه ديال الاحزاب اللي هما الخونه ديال بصح، وكيقول لك بانني انا ماشي ضد الملك، احنا في الريف درنا هادشي باش نبينوا للملك بان المسؤولين والمحيطين وغيرهم هما الشفار والكذابه، بان كيجي كيدشن اوراش غير صحيحه وهميه غير قابله للتنفيذ لدرجه ان الملك محمد السادس عيط واحد النهار للوزراء وقال لهم ابتداء من اليوم كنمنعكم تصدعوني ندشن شي مشروع، لان انتم اربعه ديال الكذابه ما ضبطيش اموركم. ماشي شي مشروع، ما باغيش الملك. لا 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 الملك قال الملك ما باقيش يدشن شي مشروع، وإذا ما كان محطوط عنده مسبق، ودابا كنقول لك شنو كاين، وإذا ما كان مسبقا وزير المالية موقع له وكيقول له كيفاش غادي يمولوا، وإذا ما كانش هذه النقطة، الملك مطلوب أنه ما يدش أنت شي مشروع، ولكن طلب أنه تتقدم أمامه المشاريع اللي جاهزة في الدراسة ديالها العلاقة في التمويل والجدولة ديالها. خليني نعلم هذه النقطة، ما نكذبوش على أنت كمحامي سي محمد زيان كيقول أنك ما كتحترمش واجب التحفظ المفروض في المحامي حفاظا على القضيه وانه ما يدخلهاش في بعض النزاعات ولا حتى في صراع القوى مع القضاء، وانك عموما لا تحترم اخلاقيات المهنه ديال المحاماه، واش قالوا حتى محامين زملاء ما عرفتش شكون اللي قالها. وبعد انا المحامي اللي قالها ومحال واش يكون قاري القانون او لا عارف اش كيقول، واذا قالها يدبر راسه. سؤال غادي نقول لك الاخ، انا باش ندافع على الموكل ديالي عندي الحق نستعمل جميع الوسائل بما فيهم انني نصفي مع الحكومه اللي كانت تهمته بالانفصاليين، ونخرج رساله للراي العام الوطني اللي واثق براءتي، لان اخلاقيات المهنه. شكون اللي قال لك بانه ماشي اخلاق؟ انت كتظنها، ولكن ملي كتجيب البروده وكتقول امام التلفزيون واخا انك ما احترمت احترمتهم لما احترمت الخلاقيات ديال المهنه، هو التامك ومدير السجن لي ما احترمش اخلاقيه المهنه، هو الوكيل العام اللي ما خدش المدير كونك ودخلوا المحامي اللي ما احترمش اخلاقيه ديال المهنه، هو قضية التحقيق اللي ما وقفش المدير ديال السجن. اما انا كل ما قمت به هو مطابقة للقانون، الدرجة أن نسخة ديك الرسالة حطيتها في الميلاد ديال ناصر الزفزافي، وهي رسالة أصبحت سك البراءة ديال الموكلي ووثيقة ستناقش علانية في الجلسات العمومية. عندك توقيع ديال التوصل بيستير أكيد واش أنا كان ما بينتيش ما شفتوش ولا بينتيش ديال التحقيق ديال الإدارة ديال السجن أنهم وقعوا لك على تسلم الرسالة سابابا ممن دارك وقته في لونفلوب وشده وقال للمدير سير سيدي المدير تسخر ليا وسير عند سيدي زيان وسيدك زيان واعطيها له في يده، والمدير ملزوم يديرها صاحبي، هذا هو القانون. الرساله ما بين المحامي والمعتقل لا يتدخل فيها احد، حتى قاضي التحقيق ما عندوش الحق يمنعها. طيب قانون واضح الحديث على الحق، كونك محامي انت هذه حقوق الانسان، هذا هو التمدن، هذا هو التحضر.
دابا خلينا من اللعب ديال الاميه والجهل وديك الشيء الخاوي. هذا القانون كنعيط للمدير كنقول له هاك سيدي هذا بغيت المحامي ديالي انت المدير مسؤول باش توصلها له. سي محمد سيان كونك اليوم انت محامي ديال ناصر زفزافي ولا محامي ديال اي متهم بشكل عام متابع في قضيه، واش كيمنحك الحق انك تتكلم بلسانه وتصرف مواقف منسوبه ليه؟ عندي الحق اذا كنت متفق معه. هذا باش كنقول لك انا وناصر كنت متفق معه يعني في كل ما تعبر عنه انت اليوم متفق ما بيان سور متفق معاه اكيد لا ما يمكنش نديرها ضد ارادته. كيفاش لك على رساله على تصريحاتك على خرجاتك الاعلاميه على الندوه الصحفيه؟ كل شيء ما اقوله شوف كل شيء ما اقوله عن الاحزاب السياسيه اللي اتهمته بالانفصال على المحيط الملكي اللي ما كانش في المستوى على كل سيدنا اليوم عنده قناعه بان الناس انفصال لان شي واحد قنعه ها والاصابع التيام كتمشي لواحد الشخص اللي كان واش اقتنع ولا ما اقتنعش. وانا كنقول لك بان الملك اليوم انا كنقول لك امام التلفزيون الاخ انا وناصر الزفزافي عندنا قناعه راسخه بان الملك كذبوا عليه وثق بانه الحراك ديال الريف انفصالي. وهذا ما تقول لي لا وحنا عايشين شنو دانيك انه صدق؟ وانا كنعرف انه صدق. انت كتعرف الملك جالس معاه وانا صاحبي وما كانش يعتقلهم صاحبك في سك الاتهام كاينه. دابا سك الاتهام حاجه ثانيه ولكن على موقف خاص الاتهام والقضاء والقضاء والملك اصاحبي رئيس رئيس النيابه العامه ولكن كاين استقلاليه كامله كاين استقلاليه رئيس النيابه العامه والملك واش الملك هو اللي كيقول القاضي شنو يدير؟ ما كنعرفش كيفاش كيدير. ما خاصك تعرف رئيس النيابه العامه هو الملك ما تصدعش راسك معايا انا. واذا كان الملك ما متفقش رئيس النيابه العامه هو وزير العدل. لا سيدي هو الملك. كيفاش هو الملك؟ الملك الملك ديال البلاد. رئيس الدوله. رئيس الدوله هو رئيس السلطه القضائيه. رئيس الدوله ورئيس السلطه القضائيه ويعين الوكيل العام ويعين الرئيس الاول ديال المجلس الاعلى. دابا انت محامي اسيدي الله يرحم والديك رئيس النيابه العامه الرئيس النيابه اي يا سيدي رئيس النيابه الحالي ورئيس السلطه اكتوبر اصحبي من ديما ورئيس السلطه القضائيه والملك ديال البلاد وكان ينوب عنه وزير العدل حيد دابا وزير العدل وقد ينوب عني انا ملك البلاد رئيس السلطه القضائيه والرئيس الاول ديال محكمه النقد والنيابه العامه الوكيل العام. وإذا كان الملك ما متفقش كيقول لهم فين اش كديروا بسميتي انا راه القضاء كيخرج بسميتو. سي محمد زين كيفاش غادي تقنع اليوم نتايا الراي العام وكيفاش ممكن تقنعنا حنا كاملين بانه محمد زيان المحامي السابق للدوله اللي كيهاجمها اليوم الدوله المغربيه الدوله دابا الراي العام سحب له الدوله ديال اسرائيل لا ديال فرنسا ديال الجزائر ديال المغرب بغيت نقول اسرائيل الدوله ديال المغرب والحكومه ليست الدوله بالنسبه لي انا بغيت نعبر الدوله ديال المغرب والحكومه ديال المغرب غرقوا الدوله ديال على اي حال الحكومه ديال انت كمحامي سابق للدوله المغربيه ياك اللي واجهت العشرات من المحامين وربما حتى المئات وحيدا وحيدا في بداية التسعينات في قضية نوبير الأموي أنذاك أيه كينا واجهت المعارضة السياسية كلها في البلاد ووضعت نوبير الأموي في السجن. ماشي أنا اللي كنوضع في السجن الدنيا بالعامة أنت اللي ترفعتي ضده أنذاك ورفعت ضده بالحقي وأنت كنت ضده بالحقي رفعت ضده واخا مزيان. وإذا أنت كتعتبره إله كيف ستقنعني اليوم؟ وإذا أنت كتعتبره إله لا يجوز الإشارة إلى هذاك شغلك. القانون فوق الجميع قانون فوق الجميع. انا اسالك انت كمحامي انت كمحامي كيف ستقنعني اليوم انك انت سيدي اللي كنت محامي ديال الدوله وكترافع ضد المعارضه وضد السياسيين في المغرب ودخلتيهم للحبس انك اليوم بقدره قادر اصبحت ضد هذه الدوله اللي كنت محامي ديالها وكترافع ضدها ومعارض شرس علاش اليوم علاش الدوله سبحان مغير الاحوال علاش الدولة في نظرك ضد الحراك وضد نصار وضد الزيان؟ شو اللي قلتي انت في الاول انا ما قلت والو قلتيها في الاول قلتي انا ضد الدولة انا واش كتظن بان بكلامك ضد الحق بكلامك واش كتظن بان الدولة ظالمة؟ انا واش كتظن بان الدولة قابلة للفساد؟ واش كتظن بان الدولة اللي قالت الوزراء ما الدولة ما قابلاش هادشي
واكيد وتثبت بانه كانوا كيلعبوا بالملك راه غادي يشطح غير شد معايا اليمين ولا اليسار السي محمد الزين. انا واخد الوسط الاول انا واخد الوسط حد ونيشان شوف انا نيشان فحال خادي سي محمد الزين في الاول قلت لي انك محامي ناصر الزفزافي ضد الدوله وضد هذوك اللي بغاو ضد الدوله ضد المفسدين والفساد ونشكون كتقول لهم بان المفسدين والفساد يمكن يكون منتخبين يمكن يكون معينين من طرف الملك يمكن يكونوا صحاب شي وزير يمكن يكونوا المقاولات دبر راسه اللي تثبت عليه الفساد المفسدين غادي يمشي غادي نفديو معاه غادي ديروا مع الحساب لست اليوم بصدد محامي يحاول ان يسترجع مكانته السياسيه وحتى ترميم بكاره المحامي اللي ضاعت في سنوات التسعينيات لما يعني ترفعتي ضد المعارضه وضد السياسه. دابا واش رايك وراء الشارع كيفاش في الاول انت كتقول لي هذا راي الشارع باش يدافع لك شي حاجه تقول ماشي انا كيف قلت لك شي حاجه انا كنسولك دوك انت واذا كان شي واحد ضد الدوله راه هو راجل مزيان واذا كان شي واحد كنسولك ما عطيتش السؤال كيصبح راجل ما صالحش هذا هو في نظري وإذا كانت الدولة دارت شي حاجة مزيانة وحميتها ودافعت عليها الدولة ما صالحاش وإذا كانت الدولة قامت بشي حاجة خارجة الطريق وحاربتها ما كانش خصك تحاربها لأن الله اللي كان مع الحق كنت معها أنا مع الدولة مع الحق إن كان مع الحق وضد الدولة علاش إذا كانت ظالمة علاش خلوا نوبير الأموي للحبس شكون بغى يكون نوبير الأموي علاش أنا كنسولك علاش خادي تهمته أنه الدواء سب في الدولة وسب في الوزراء وما سبا واضحا شوف سيدي قال مونغانتيز معنى قطاطعيه وقلنا له ناصر الزفزافي يقول عصابه والعصابه هما القطاطعيه ولكن كيقول لك هذا السبيطار ما كانش هذه الطرق ما صوبتوهاش هذه الجامعه ما كايناش هذا المعمل شديته ها الارض بغيتو تكشطونا وتبيعوها بربع ثمن هذه ان العمل يقول على هادشي ما كانش انا الان انا شوف ربما كان أسوأ في هذاك الوقت على رحم باك انا لان انتم ما كترجعوش دابا نوبير الاموي ترافعتي ضده انا جمع نوبير الاموي ترافعتي ضده لحوار صحفي لجريده اجنبيه قال فيه على المسؤولين والحكومه والدوله قطاطعيه اليوم كترافع انت انا منسالي ونجاوب واليوم كترافع مع ناصر الزفزافي كتقول انه معاه الحق وهذا حقك تقوله ولكن هو نفسه كيقول واش نتوما حكومه ولا عصابه واش دوله ولا عصابه بنفس الطريقه جاوبني دابا كيفاش هنا هكا وهنا هكا غتسكت لانه اذا قطعتي الا جاوبتيني غنسكت لا واذا انا غادي نجاوبك واذا قطعتيني غادي نسكت وكنسكت لكن جاوب تسالي البرنامج مع راسك بوحديتك يلا جاوب اسمع الاخ شكون الامور واضحه حنا انا الاموي قلت له انا نيه في القاعه شوف اخي هل ملف ضد الزعماء ديالك اعطيني ملف ضد وزير ضد مدير ضد مسؤول انا عندي تعليمات صارمه من الملك الحسن الثاني انني ما ننعس تنكون حطيت شكايه ضده وتاكدت بان النيابه العامه حلت على الشرطه وبان المسؤول اصبح في هذه الليله هذه بالضبط يسال عن ما تقول لا ما لديك من حجج وده ما عندكش السي الاموي راك غتمشي للحارس لان حنا ما جيناش نلعبو بالمقابل كنقول لك بالمقابل في كل ملف اللي انت غتعطيني في كل ملف انا نعطيك ملف واحد اخر ديال واحد ديال رجل سياسي اللي انت ما عندكش اليوم انا وياك خليني نكمل انا وياك واذا بغيتي غادي يمكن لنا نصفيو المغرب ونقيوه وكون راجل ومشى تشاور مع الكتله الوطنيه ديالو وقال لك ما تطيحش في الفخ ما تعطيش ملفات في الواقع ما كانش عنده ملفات بما انه ما كانش عنده ملفات ناصر الزفزافي عطاك الملفات اكيد انا كنقول لك الكانسر الطريق من غير كلام ملفات كلام حتى اللي تكلم عليه نوبير الاموي موجود ولكن باش تقول لي كان بصفة عامة قول لي واش عندها كانت الحملة التطهيرية في المغرب عندها تطهير جات في 95 من بعدها كان ديو على 89 ولا 89 من بعدها حملة تطهير في 95 من 90 حملة تطهير جات في 95 ايوا خاصها وقت باش وهذا حملة تطهير ما عندها علاقة دابا في 89 90 ما كانش الفساد ما كانش الفساد انا ما كيفاش كان الفساد ما كانش فساد في الدوله بحال اللي كاين اليوم اللي كيتكلم عليه ناصر الزفزافي ما كانش ديك الساعه اللي كيتكلم عليه ناصر الزفزافي اليوم على كل حال اذا كان شي فساد وعندك واش كان ولا ما كانش سؤالي مغلق جاوبني باه واش غادي يقول لك بيا ولا لا واش انا في السنتق هنا ديال وانت عارف ولا عارف
وهذه التلفزيون مغربية ولا أجنبية؟ يمكن تجاوب ليبيا ولا لا؟ مغربية جدا جدا. وأنا كنقول لك بأنه وإذا 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 تبعت السؤال كتجاوبني كنقول لك أنا، وإذا كان عندك شي حجة باش نقول لك أنا بأنها التلفزيون أجنبية خصني نجيب لك الحجة. عافية. وبما أنه أنت ما عنديش أنا الحجة خصني نثق بك. أنا وإذا ما عندك شي حجة بأن التكنولوجيا صفار ما يمكنليش ندخلو للحبس. وإلا الزفزافي عنده أدلة أن الحكومة عصابة. شنو هو الدليل؟ شنو هو؟ وملي كتشل وثائق، عطيني وثائق، عطيني الوثائق. تخلي نتكلم ولا تخلي الناس تتكلم ولا بغيتي تتكلم؟ حيت كتقول هنا حلال ولا لا؟ دابا بغينا نعرف واش انت كتجيب. انا كنسولك، انا كنسولك واش كتجيب الضياب باش تقول ديك الشيء اللي كتبوا لك اولا كتقولوا كاتبوا انا اللي كنكتب. الا انت كيكتبوا لك حاجه ثانيه؟ لا انا ما عرفتش انت شنو لك ولا كتبوا لك. انا اللي ثانوي عندي. انا كتب راسك اولا كتبوا الراس يكتبوا لك عندي ثانوي. انا اللي كنقول لك الاخ اما ملي انا كنقول لك الملك دشن مركز ديال الكانسر بالتصاور بالتلفزيون بالجرائد ببلاغات ديال لاماب، وهذاك المركز ما كاينش في البلاصه لانه تهز هذيك حجه. اما نجي نقول لك لوزير فلافلاني شفار افسرق فوقاش في البلاصه، انا كنقول لك هذا المركز ديال الكانسر اللي كاين هنا، هذاك المستشفى ديال ام زورن اللي عنده 2000 متر واللي برمجته في 2007 مزيان. اليوم بالله خلينا نكمل، اليوم 10 سنين من بعد باقي ما كملوا لا كروزر، باقي كاين خديدم واحد. هادشي كله هادشي كله حنا كنعرفوا هادشي معروف وتكلم عليه. ام زورن ملي كتكون طالع في الراس ديال الكوليه محمد زياد، واش ممكن اعتبارك اليوم ناطق رسمي باسم ناصر الزفزافي؟ انا ما كنديرش في رصد زفتاف، انا كنقول لك الفضيحه ديال المستشفى ديال مزوره. واش كان السؤال هذا ما عندوش علاقه بالسبيطار؟ انت انت كمحامي ديال ناصر الزفزافي واش ايضا تمثل الدور ديال ناطق رسمي باسمه على اعتبار انه هو في السجن وانت اللي اليوم في الاعلام؟ لا ما فهمتش علاش هذا الناطق الرسمي. مش علاقه، انا كنسولك واش انت ناطق رسمي؟ واش انت ناطق باسمي ماشي رسمي؟ لا انت ناطق رسمي الحراك، انت ناطق باسمي. علاش غنطق انا في الاول السي زيان غير كيفاش ناطق باسم؟ واش كتكلم باسم ناصر الزفزافي؟ علاش ما عندوش فمو؟ هو في السجن غادي ودا بغا يتكلم غادي نخرجو. واخا مزيان ناخذ هذا الجواب، غادي نخرجو كلامو. واذا قال لي ها جوابي على واحد النقطه غنقول له ها جوابي فهمت انا وياه متفقين، وهذاك الشيء اللي كنقول كنجلس معاه وكيقول لي وكنجي نقول دابا كتقول لي لا انا ما عندي فمو. نقول لك شنو الراي ديالو؟ واخا لو اليوم ناصر الزفزافي مع انت اليوم قدام كاميرا شنو بغى يقول ناصر الزفزافي للمغاربه؟ الراجل فضح الفساد والمفسدين. هذا انت رايك فيه هو ماشي اللي حضرتك انا من الاول. كنقول لك فصل بين ما بغيتي تقول انت كسياسي ولا كمحامي وما تنقولوا عن لسانه هو. ناصر الزفزافي كيقول لك كذا عن لسانه الحسيمه فيها الفاسدين والمفسدين من ممثلين. شنو موقفه هو اليوم؟ يلا خلينا نوضح شنو موقفه هو اليوم. محاسبه المفسدين ما كيطلبش شي حاجه اخرى، محاسبه المفسدين. واخ انتهى محمد زيان سياسيا؟ واذا انتهيت سياسيا غادي يجي محسن مني وما اوعر مني ان شاء الله. شنو هو جوابك؟ واش انتهيتي ولا لا؟ اذا انتهيت معنى انه جا محسن مني. هذه سنه الحياه، هذه سنه الحياه. ملي غادي واش اليوم انتهى محمد زيان سياسيا ولا لا؟ انا كنقول انا غادي ننتهي النهار اللي غادي يجي محسن مني وما اقوى مني وما افصح مني وما اجدر مني. يعني لحد الان جا ولا ما جاش؟ وكاينين بزاف طالعين دابا، طالعين بزاف طالعين. يعني انتهيتي سياسيا ولا لا؟ غادي ننتهي، غادي ننتهي واحد النهار. اذا اليوم مازال ما انتهيتيش سياسيا؟ ما نظنش. طيب علاش ما شاركتيش مثلا في الانتخابات؟ ما كنشاركش في التزوير. في التزوير؟ انتخابات مزوره. مزوره مزيان. فيها الفلوس. اعطيني الدلائل والاوراق. عندنا انا سيدي. هذا غير البارح بني ملال راه ما شطبوا على واحد. الغرفه الدستوريه قالت له راك كاين حين كاين مساطير وكاين القانون ديال الانتخابات وممكن واحد ما يكونش زور ولكن غير خالف استغل مثلا المقدسات ولا المساجد ولا الصور ديال الملك ولا شي حاجه ولا العالم الوطني غيتلغى ليه. واش عندك دليل على التزوير؟ كتقول لي التزوير كاين فلوس، واش عندك عليه دليل؟ لغتك القانونيه. انا عندي قناعه
وانطلق مما لدي من حجج ومعطيات ان شفهيه ولا موثقه موثقه احنا كنا كلشي كلشي عندنا موثق واخا شكون هزور هذه الانتخابات وشكون كيزور الانتخابات وكاين الناس اللي كتعطي الفلوس شكون اللي كيزور الداخليه كتخليهم يشريوا الاصوات وغادي شكون كيزور الانتخابات الناس اللي كتشري الصوت ديالك بالفلوس والداخليه كتخليك يعني ماشي الصناديق هي اللي كتزور الصناديق ماشي علاقه ابدا المغاربه كاع ما كيمشيوش هذوك اللي كيمشي للصندوق كاين ماشي كلشي كيشري الاصوات كاين استعمال ربما المال في الانتخابات كاين الناس اللي ما كيستعملوش المال المال الفلوس كاين اللي كيستعمل الفلوس في الانتخابات كاين اللي ما كيستعملهاش ماشي كلشي كيستعملها منهم اللي كيفشلوا هذوك ما كيستعملوش المال هذيك اكيد ولربما ما نعرف يمكن يكون كاين شي اللي ما كيستعملوش الفلوس لان عندهم جمعيات ديال الصدقه او ديال التبرعات او الجمعيات الاجتماعيه اللي طيب بغات نهضر على الانتخابات اللي بهم كيبقاو السنه كلها وهما كيشريو في الاصوات بغات نهضر على المشاركه في الانتخابات هل يمكن اعتبارك انت اليوم تمثل قوه سياسيه في البلاد انا امثل راس قوي في البلاد راس قوي في السياسه انه ممكن حاجه ثانيه لا قوي في البلاد ماشي غير في السياسه ماشي غير في السياسه فاش مثلا غير في السياسه كلشي حتى في الثقافه الثقافه والفن والموسيقى والنشر والقضاء والحقوق ماشي غير في السياسه وخا. طيب كيفاش ممكن نعتبر قوه سياسيه في البلاد وانت كتراس حزب مفروض وطني كاين اللي كيعتبروا دكان سياسي تكاد تكون فيه الوجه الوحيد او القيادي الوحيد الحزب الليبرالي المغربي يمكن فيه غير انت يمكن انت تظن بانني دكان سياسي بانه وجه منفرد بان لا قيمه لنا تسول راسك علاش غادي تصدع مخك معايا انا وتعطيني ساعات ديال الوقت ديال هاد التلفزيون ماشي لان الحزب قوي لا اما اللي عندك برمجه يكفي هذه يكفي انك وزير سابق انك دوز عندي اليوم في البرنامج كافيه انا بوحدي لي وزير سابق يكفي انا قلت لك يكفي انا بوحدي لي وزير سابق كاين 1000 وزير من سعيد السعدي سعيد السعدي داز ما كنعرفهمش كلهم ما كتعرفهم وهذوك اللي كتعرف كتصدعيهم شكون هذا الوزير السابق اللي سعيد السعدي كان في بلاصتك من سعيد السعدي كتعرفهم كنعرفو كنت معاه في الحكومه سعيد السعدي يكفي ولكن اقول لك انه يكفي صفه وزير سابق يكفي صفه وزير سابق في الحكومه باش نستدعيك في البرنامج اذا بغيتي ولكن المهم طيب شكون الحزب اليوم على اعتبار انه حزبكم ما نقولش جامد ولكن لا يشارك في الانتخابات شكون الحزب اللي طلب منك الاندماج فيه او الاندماج معاه تقبل اللي غادي يبحث معايا على الاغلبيه شكون مثلا اعطيني اغلبيه ودا بغات شي مجموعه ديال الاحزاب يديروا تحالف من اجل الاغلبيه انا مستعد نشارك في الانتخابات بحثا على الاغلبيه ماشي الاكثريه لان وداد ديالنا الاغلبيه حينئذ غادي يمكننا نفرضوا وجودنا والتحكم هذا الشيء فينا وغادي نعينوا الحكومه اللي بغينا والاشخاص اللي بغينا لان تكون عندنا على باز في القاعده اغلبيه اما ندير الاكثريه باش بعدا يلعبوا بيا السنتراج اوكي كيفاش غدير الاغلبيه وانت ما عندك حتى مقعد واحد اسيدي انا ما نترشحش حنا ما كنترشحوش غير تدعم شكون ممكن تدعم لان لا نؤمن بالمنهج السياسي شكون ممكن تدعم شكون ممكن تدعم في الاحزاب اللي كاينه اليوم حنا فهاد السعدي ما كندعم حتى شي واحد رغم التقارب اللي حاولت تصنع مع العداله والتنميه ومع عبد الكريم واذا شاف واذا العداله والتنميه ديال عبد الاله بن كيران وإذا حب استقلال ديال الشابط وإذا شي حد آخر فهمتي من الشخصيات السياسية اللي كنحترمو قلتي بغاو يكونوا تحالف من أجل الأغلبية بحثا عن الأغلبية باش يمكن نحكموا المغرب أغلبيتنا أنا مستعد نمشي معاهم ونناضل معاهم وإذا ما كانش بالتصور أن نمشي نجيبوا الأغلبية شنو من المقاعد أنا ما كنشاركوش في الانتخابات شنو كيمثل لك عبد الإله بن كيران؟ راجل طيب نقي ذكي بون عنده أسلوبه كيتي ساعة كيمشي ديماغوجيا ساعة كيقول الحقائق كيحشم أنا كيما يعجبنيش فيه كيحشم بزاف لأن واحد المرة كنت شفته قلت له عبد الإله عندك فرصه باش تفكنا من اخنوش ترب
الاقاله ديالو من بعد القضيه ديال محسن الفكري ما قدرش يديرها كنبدا نحشم من سيدنا وما دارش. طيب واش انت ماشي كتوجد نفسك اليوم كتستغل صوره عبد الاله بن كيران باش تروج لراسك؟ مره كتمتادحك تقول راجل مزيان ومعقول وسياسي، وبعد المرات كتخرج ومن بعد اللقاء به كتنتقد الحكومه اللي كان فيها ولا الحزب ديالو ولا طريقه اشتغاله كيف ما كتقول. هذه قناعتي الدينيه والروحيه. انا معه ضده؟ ماشي معه ضده، بعد السهل البساطه باش كتوصل تحليلات غريبه. انا لا احلل، انا كنسول انت اللي حلل. واخا ملي سولتي خصك دابا تسمع الجواب وجاوبني. حتى بلاص ما تجاوبني قلت لي هذا تحليل بسيط. وانت ما خليتيش جواب عميق. وعطيني الوقت نجاوبك واذا ما تيتيش راكي بغيتي نجاوب. يلاه كدير بوحديتك. شوف دقيقه جاوبني فيها. واه دقيقه صعيبه. ما كاينش حاجه كدير. شوف انا من الناس اللي عندي قناعه راسخه بان استغلال الدين في السياسه تؤدي لزوما جهنم لا نقاش فيها. وإذا كنت أنت كتستعمل سيد ربي والقرآن باش تطلع البرلمان ما قالك الجحيم. وإذا كنت كتستغل الدين والقرآن باش تطلع الحكومة ما قالك جهنم. وبالتالي وإذا كان البي جي داك يستغل الدين باش يطلع الحكومة أو لا باش يطلع البرلمان أو باش يشكل الحكومة أنا ضده. وإذا كان البي جي داك كي دو مرجعية إسلامية فيما يخص المنطلق الأخلاقي انا متفق معه. وإذا كان البي جي دي ما كيشريش الاصوات وباغي يوصل صوت الشعب للبرلمان انا معاه، ولكن إذا كان غادي يستغل الشعب دينيا واضح جوابك. طيب انا خليني ننهي معاك. اذا ما فهمتيش ننهي معاك. ما عندي ما ندير باش ننهي معاك. نرجع لاخر خرجه اعلاميه ديالك. اليوم السبت، كان السبت اللي فات يعني 8 دابا الندوه اللي عملتي كتعقل عليها في المكتب ديالك وما خاصكش تنسى شنو كتقول. وكان لا كان لا هادي نسيت على هذا الشيء على القضيه. طيب ديال على الرساله ديال الرساله الزفزافي مولي انني زورتها كاع. انا كنسولك انا بالعكس من دوالك من دوال واحد المندوب واحد المندوب السامي. طيب عين الحكومه باش يكذب عليك. قل لي سي محمد زيان، في هذيك الندوه تكلمتي على انتمائك للمدرسه الخاصه وعلى انه كاين جهاز ربما انت معاه في البلاد عنده قدره للاختراق والوصول حتى الجلسات المغلقه اللي ممكن تكون مع ناصر الزفزافي وانه يضاهي المخابرات. لا لا لا, لا, لا ما قلتلكش الجهاز، قلتلك بالك يظنوا الاجهزه لانهم بوحديتهم منظمين في البلاد وبالك يظنوا كاين اللي منظم بحالهم واللي احسن منه. حنايا في الحزب المغربي الليبرالي عندنا لا سي ام اي اس لا كومباني ماروكان داناليز اي دانتيليجونس استراتيجيك، هم منظمين كما ينبغي عن طريق الفيسبوك والمواقع الاجتماعيه، وكنعرفوا شنو واقع وشكون هذا وشكون هو لو كونت الحقيقي وشكون الكذاب وشكون هما الناس اللي كيستعملوا المواقع الاجتماعيه وما خدامين مع شي اجهزه. لانه انت عندك هادشي كامل ما كتجيبش حتى مقعد في البرلمان. مقعد في البرلمان ما نجيبوش، انا ما كنترشحوش. ما ترشحتي غادي تجيب. ما نجيبوش، انا ما نترشحوش. شنو فائده السياسي ما كيشاركش في الانتخابات؟ ودا ما بغاونيش. لا لا هذا ما كيشوف. دابا انتوما كتظنوا بان السياسه هو طلع البرلمان، والبرلمان هو تقول باع باش طلع الحكومه. ديال المؤسسات. شوف الاخ، الدوله كتحكم بمؤسسات. الدوله كتحكم بمؤسسات، وبدا كانت مؤسسات نقيه وجديره بالثقه وعندها ايجابيات. وإذا كون غادي وإذا كنت غادي نخدع في كلامي لما يرضي الداخلية باش يطلعني البرلمان وبرلمان دير باع باش يطلع الحكومة. خليني نكمل. عندك انت ديما مزروب. عندك انت مزروب وانت ما كملتش ديك الورقة ما فيها باس. ماشي ضروري هذيك الشيء. لا ما الورقة ما فيها والو. واسمع اش غادي نقول لك. وإذا كنت غادي نطلع الحكومة باش نخلي الناس تصرخ ما نطلع ليهاش، وبالتالي شكون قال لك دير هذا الشيء؟ ما ديرش هذا الشيء. وعباد الله ما ديرتوش، ما ترشحناش انتخابات. وترشح انتخابات ويعطيني البعد. لا لا والو والله ما ترشح. وذاك انت المنهجيه دي وعن جهاز منظم كتقول من المخابرات. جهاز منظم بالك يدوش. شكون اللي مول هذا الجهاز؟ وهبطنا. شكون اللي مول جهاز منظم اكثر من المخابرات؟ الليبراليين والوطنيين والاوفياء بما فيهم الاحزاب اليمينيه واليساريه وغاديين. وعندنا ودرنا المحروقات ودابا كنوجدوا تخرير فيما يخص
المساعده ديال الدوله في الفلاحه وغادي المؤسسات والفلوس وغادي محمد زياد كما ينبغي والشعب تيخلي الناس اليوم اصبح المغربي اللي بعد ما كنتي مع المخزن ومع دريس البصري اليوم معارض شنو مع دريس البصري خليني نسولك وجاوب ممكن شنو مع دريس البصري والمخزن شنو المخزن كنت مع الملك ديال البلاد ممكن المخزن الملك ديال البلاد او زعما شي حد اخر ممكن نسولك الملك ديال البلاد والدوله كنت معها ومازال معها انا ما بقيتش معها زيد اسيدي وتفضل اوكي واخا كنتي في داكشي اللي كنتي فيه شنو داكشي اللي كنت فيه فين كنتي كنتي وزير مغربي الانسان ومع ادريس البصري ادريس البصري كان في الحكومه كان وزير الداخليه 30 عام ديال الحسن الثاني الاتحاد الشراكي كان مع 11 عام طيب. ولكن اليوم كنت انت اللي كنتي وزير مع ادريس البصري وتأتمر باوامره اليوم اللي قال لك انت باوامره هو كان بغى يدير حمله التير وانا مشيت التلفزيون ضده شكون اللي قال لك كنت قبل ما تستقل من الوزاره تشاورتي معاه وقلتيها انا تشاورت معاه ما علمتيش البصري قبل ما تلاقيتيش مع البصري قبل ما تستقل من وزاره حقوق الانسان هي باش ما نمشيش لقيتي بدريس البصري باش ما نمشيش لوزاره حقوق الانسان لان ما بغيتش بدريس البصري دائما وكان دائما وزير ومن بعد شكون هذا شكون هذا دابا شوف استقالتك من وزاره حقوق الانسان انا ذاك كان متوافق عليه على اي حال كيف ممكن اليوم كتضرب في المؤسسات كامله حرام عليك تكذب على الوطني حرام عليك وكل شيء واضح كتزن وكاين اللي كاسد حرام عليك ما تلاقيتش حرام عليك تكذب ما تلاقيتش تلقى بيك او بصاحبك وباش ما بغيتش ماشي معناه انني متفق معك واذا تلقيت مع دريس البصري بخصوص استقالتك ماشي انا مشيت تصرخت معك كذبت لقيت دريس البصري انت لا تستحق ان تكون صحفيا انت عندك رساله توجيهيه لتحقيري لتحطيمي ضنا كذبا وبهتانا ان بتحطيمي غتحطم الحراك ديال الريف كنتكلم على حاجه تحطم شي حاجه حرام عليك انا كنقول لك حرام عليك حرام عليك تحاول تشوه لي انا مشيت تعمر مع البصري انا البصري نوقف عليه بعد ما مشيت تقلا مشيت قلها له واشكون اللي قال كنت انت معاه تصور معاه تكلمتي مع دريس البصري قبل يا سير كتكلم معاه لا ابدا من بعد وإذا تكلمت معاه كنت معاه في الحكومه شيء طبيعي شيء طبيعي اش عملت الكذوب هذا وهاد الرغبه في تحطيم القوى السياسيه ديال البلاد واش هاد الرغبه في تحطيم الدينامو ديال هاد البلاد هادي باي قاس كديروها باي قاس كديروها انت سياسي محامي وزير سابق باي قاس كتحاولوا تحطمونا ماشي حشومه عليك حشومه عليكم ماشي حشومه عليكم لان تستحق السب لان لا تستحق السب لانك لا تستحق ان تكون صحفيا وكنتحداك ان هاد الدوادي تبتوها اليوم في العشيه كنتحداكم ديروها لان ما عندكمش هاد الشجاعه تكتبوش عليك اللي بغا يكذب على راسو يكذب على راسو تكذب عليا وانا حاضر بزاف عليك لا انت ولا غيرك محامي وزير سابق ما محامي وزير سابق ومغاربي ونص وموقد بها وموقد بها موقد بها ثم عندكم في التلفزيون اسلوب استفزازي عمدا لان كنظنوا بالاستفزاز غتوصلوا شي حاجه لانكم ناقصين الافكار ناقصين المعلومه كتقول غندير نستفز عباد الله باش نطلع هذه الطلبه الكيفيه هذه هذا هو انت هذا هو انا هو الزيان الحقيقي هكا داير ولا اخشى احد أنا كنسولك أنا كداير واللي ما عرفوش حالو هذاك مشكلته يمشي يشرب البحر عارف راسك أنت كداير أنا كنسولك أنا كداير وياه علاش وياه هكا داير وياه الأخ هكا داير وياه ماشي حشومة سبيتيني دابا بقى في الحال انك تصبر علاش علاش تبقى في الحال انا قلت حقيقتك ولكن اما انت كذبت عليا انا قلت لك حقيقتك اما انت كذبت عليا ولكن فرق كبير بيني وبينك انا قلت حقيقتك وانت كذبت عليا غنحترمك اسي زيان لانك ما تحترمنيش لانك قد الوالد ديالي يعني كنت غتحترمني غنحترمك لانك ضيفنا هنا اليوم هي كذبه ما كيحشومه تاعي انت كتقول لي انا غادي نقول لك اللي كيقول الشارع ما انت كتعرفش اللي كيقول الشارع شكون بغيتي تكون انت ما تعرفش كيقول الشارع صافي الصحافه اللي ما غتكونش معاك وتقول لك برافو انا سيدي قول اللي بغيتي قول اللي بغيتي باش تقول لي انا كنت المخزنيه حسن الثاني ونص وياه وكنت معاه تماما كنت ضده
عمكم كنتو ضده وإلا كنديو معايا أنا مع محمد السادس إياه أستوما ضده وأقولوها وإذا أنتوما ضده كتلعبوا دو الوجهين دو الخطابين يعني ما عندكمش ما عندكمش ترك مستقيم اللي متهم بتسفي جميع مؤسسات الدولة من حكومة الوزارة الجديدة هذا الشغلي اللي بغى يديني يديني اللي بغى يديني للحبس يديني للحبس كاينش فيني خاص ما تمازحش معايا انا لا انت ولا غيرك وإذا جيت وإذا كان القصد ديال 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 هاد 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 الحلقة هادي هو تسوى زيان طمعا في تسوى الحراك راه كتحلمو غير نقطة نظام كبيرة جدا زيان لا يمثل الحراك والحراك لا 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 زيان الحراك محامي اوكي انت الحراك مع الحراك حنا الحراك يمثل الحراك ولكن الحراك لا تغلو يمكن ما يمكنش تربط صوتك مع صورة الحراك وتقول لي أنه أنا هو الحراك والحراك هو يمكن فاعل سياسي اليوم أنا فاعل سياسي أو المحامي أو اللي بغيتي أنت تسأل اليوم لا تسأل بماذا تسأل ولا تقول لي الحراك ولا غير الحراك علاش لا تقول لي الحراك النهار الأول فات فالقاعة هذه جبتوني باش تقولوا بأن الحراك انفصالي ملي بينت لكم باش انفصالي كاع ما دوزتوني كاع الكلام ديالكم انت ما دوزتيش قطعته انت ما دوزتيش دوزتو الكلام باب الباخ الباخيص جبتوني باش تقولوا بأن الحراك انفصالي وتفاجأتوا ملي قلت لكم الحراك ماشي انفصالي ويومنا هذا لا زلتوا ما كرهتوش تحطموا الريف ما عرفتش علاش هذا رأيك هذا رأيك وهذا رأيك وهذا كلامك لا شوف عندكم تلفزيون لا يكفيك سي زيان شوف عندكم تلفزيون بينوا العكس سي زيان يلا ابتداء من اليوم بداو كتبينوا بان انتم مع الحراك ومع الريف لو يكفيك اننا اليوم في هذا البرنامج وقدامك دابا اتحداك انا نقول هاي قدام الكاميرا اننا مع حراك الريف ومع مطالب الريف ومع كل المغاربه اللي في الريف ولكن خدمتي كصحفي وكمحايد وكموضوعي كتقتضي مني انني نطرح جميع وجهات النظر في المغرب من يقول انه انفصالي في المغرب من يقول انه حركه احتجاجيه وكل يقول ما يقول وانا اطرح جميع الاسئله وكنجيب جميع الضيوف ودافع على حجتك بكل بالحجه ماشي بالغوات ماشي بدون حجه كيقولوها فعلا انا صحفي اطرح السيناريوهات كاملة اللي كاينة طيب سالينا الساعة اللي ما قالها ولا بغيتي تزيد تقطع إلا بغيتي تعطيني رأيك في بعض الشخصيات ما بغيتيش ممكن نهيو من ذلك لا محتاجش بما أن الشخصيات ما موجودينش كنعتبر بأن من قلة الأخلاق تتكلم على الناس ما موجودينش مصباح أنت كتكلم على الناس مصباح أنت كتكلم على الساعة وأنت كتكلم على الناس دابا بغيتي تركب لي على الأخلاق وأنا رجل فاضي اللي ما كيتكلمش على الناس ما كندويش مع الناس اللي غايبين خمسة الأسئلة سريعة سي محمد زيان ورأي في البشر لا يهم الرأي الشارع المغربي بالمختصر في كلمة أو كلمتين على أي حال هي أسئلة من ثقافة عامة كيف ما جميع ضيوف البرنامج برنامج ديالنا في كويز 10 على 10 شنو السنة اللي تغلقت فيها الحدود بين المغرب والجزائر ما يمكنكم الثمانينات ما قدرش نقول لك بالضبط مفوقاش ولكن من الثمانينات وهي مغلوقة أنا أعطيك الجواب بدون تعليق الحدود تغلقت في 1994 بين المغرب والجزائر بعد أحداث عطلة أسني شنو المسيرة الشهيرة اللي كان قادها غاندي شكون؟ غاندي مهاتما غاندي وين؟ المسيرة الشهيرة ديالو اللي كان قادها ضد الاحتلال البريطاني شنو هي؟ ديال الملحة ديال الملحة السؤال الثالث شنو هو عدد النواب في النواب البرلمانيين اليوم؟ اخي ما عرفتش يكون شي 300 او شي ما قدرتش نقول لك ما نعرفهمش 395 شحال عدد النساء شحال عدد النساء في مجلس النواب و 80 على الاقل وزياده هو رقم ما قدرتش الرقم يقول واحد شحال 81 اخر سؤال اللي كنختموا به دابا واش حافظ النشيد الوطني اكيد كامل اكيد ديال اليوم وديال البارح قول لي ديال اليوم القديم باش ننهيو دابا ديال بيان سور حافظو النشيد الوطني ما انا ماشي مغني صاحبي لا انا ما قلتش غني لا النشيد الوطني هو ابيات شعريه هو قصيده قبل ما يكون من بيت الاحرار ماشي من بيت الاحرار حافظينه كجميع المغاربه وحافظ يلا قول لي باش نساليو لا ما كان نهيو بروح وطنيه ما كنغنيش اذا ما حافظوش يمكن انا حافظه ولكن ما نغنيش ما كنتش غني ما نغنيش غير قولوا لي لا
اذا ما حافظوش من بيت الاحرار كنعرفو حافظو مزيان من بيت الاحرار زيد شنو من بعدها شنو ما نقولكش شنو من بعد من بيت الاحرار ما نقولكش ما عرفش شنو من بعد من بيت الاحرار ما نقولكش ما نقولكش لان ما يمكن تجيب راجل سياسي تقول له غني لي النشيد الوطني شنو هو النشيد الوطني لا الاساسيات لا تقول لي شحال العدد ديال النساء وما نعرفوش متقمه تقول لي فوق شدت الحدود واش غنسيتي عليه دابا يمكن اما باش تقول لي اجي كتعرف هذيك الشيء غنيها ما غنيهاش ما قلتش لك غني انا كنرجع نقول لك قول لي غير النشيد الوطني من بعد ما نبيت الاحرار ما نقولكش ما عرفش النشيد الوطني والو حتى شي كلمه ما نقولولكش ما تصدعش تك كريم معايا انا ما نعرفش نعتبر ما اعتبرو كيما بغيتي ماشي حشومه سياسي بحالك حشومه ونص ولكن ما نغنيلكش النشيد الوطني لان ماشي ماشي اسلوب وانا ما مولفش نغني في التلفزيون ماشي كغني انت مازال انا ما مولفش نغني في التلفزيون شنو من بعد ما نبيت الاحرار غتخرجها مني وانا ما بغيتش نخرجها انا حلف من ما يقولهاش شكرا لك فيهاش حاجه ديال الاحرار شكرا لكم مشاهدينا على تيلي ماروك مرحبا بك سي محمد زيان شكرا ومرحبا بك في تيلي ماروك ما نبغوش نرجع مره اخرى كيبقى اختيارك في نهايه المطاف شكرا لك محمد زيان والرغبه ديالكم محامي هيئه تميباط رئيس الحزب الليبرالي المغربي وزير حقوق الانسان السابق سيمنا الجايه نتلاقاو معكم في نفس الموعد مع ضيف جديد شكرا في النهايه لكل فريق العمل وختاما هذا كريم حضري يحييكم اطيب المنى والى الملتقى